واقل كتير من مستوى دي. طبعا الحقيقه دي طبعا بالنسبه لنا كانت يعني مدهشه جدا واستغربين ليها، ولكن حتى المدرب نفسه كان في حاله نفسيه سيئه لانه تم استدعائه. تفسر بايه القرار ده كابتن؟ واتهم بانه هو طلب من وليد ازارو انه يطلع فانيلا، من خلال بعض الصور اللي اثبتت انه وليد ازارو كان واقف على البنش وكان بيشرب ميه وحاجات كده. انا بانفي تماما انه كارترون هذا مدرب اجنبي يعلم تماما في الامور دي، يعني لا يمكن يطلب من وليد ازارو انه يعمل كده. ممكن يكون حاجه حصلت بحيث انه الواد فكر او حد من زمايله فكر معه او حد بلغه قال له يقطع الفانيلا، ولكن يعني ده موضوع خلص انه قطع الفانيلا. لكن تيجي ترجع لكارترون وتطلب استدعائه عشان تستجيبه في امور يعني بهذا الشكل وانت لا تملك الدليل القاطع، الصوره دي لا يمكن تقنع اي واحد بيشوفها انه هذا الامر صادر من كارترون. كان تقول انه الفانيلا تم قطعها عمدا او تم تمزيقها عمدا، لكن لا تتهم من غير ادله يعني ثابته. عشان كده طلبوا استدعائه كمان عشان انه طلب حمايه وطلب انه هو تم احتجاج عليه من بعض بعد المباراه الاولى. فهذه كلها امور يعني واضح انها كانت مثيره جدا حقيقه، استفزت المدرب. وانا سمعت انه كان حزين جدا اثناء المباراه وحزين جدا بعد المباراه، ودخل في غرفه في غرفته لم يخرج منها حزين على هذا الامر انه يستدعى في امر بهذا الشكل. عموما كابتن شطه، هو كل الامور الثانيه هنتكلم عنها، اقلها في حديثنا هيكون ما ترتب على يعني فعلت وليد ازارو، لان احنا مش متعودين نجوم الاهلي بتعمل كده. حتى لو في شكل في العالم احترافي، حتى لو كده احنا متعودين الاهلي بيقدر يكسب، خبرات لاعبيه بيقدر يعمل ده كله من غير الاخطاء من النوع ده. حضرتك تعلم وتاريخكم كنجوم لم يكن في هذا المشهد، وكنتوا بتكسبوا وبتمتعوا الجمهور. لا لا لا، هي ده موقف غريب الشكل، لكن انا متاكد وليد ازارو تم برضه اقناعه بهذا الامر انه مش من نفسه، ولا كان قطعها قبل كده يعني اشمعنى قطعها. يعني اعتقد انها موقف مش هيتكرر، ولان الاهلي تضر يعني تضرر منه او اضر بالاهلي اكثر مما افاد، يعني تصرف غير رياضي واضر بينا، لاعب مؤثر وقدراته في الملعب يعني مؤثره جدا، وخسرنا جهوده في المباراه. فخلينا نتكلم عن باقي الامور. طبعا اللي قيل ان كان فيها كثيرا الكثير من الامور اللي تخرج عن اطار المنافسه والروح الرياضيه من الاجواء المحيطه بالفريق في تونس، ضغط على الفريق، ضغط اعلامي، محاوله افتعال ازمات حتى في بعض المواقع ووسائل الاعلام، او اساءه لبعض الشخصيات في الوسط الرياضي المصري. حضرتك تابعت كل ده في الفتره اللي فاتت، وده مش مقبول. واحنا كنا بنقول قبل المباراه الثانيه ان احنا عايزينها مباراه جميله والروح الرياضيه، ويعني بنشيد بقيمه كمان نادي الترجي كمنافس. كنا بنقول عايزين شكل من رياضي وتنافس رياضي يليق بالاسمين الكبيرين. يعني ده الشكل اللي كنا عايزينه. والله برضه في حاجه ثانيه، انه يعني بعض الاعلاميين المصريين يعني مش اهلاويه يعني، الحقيقه برضه كانوا في المواقع بيثيروا امور كثيره جدا، يعني واضح انه ما كانش في تكاتف يعني من 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 حتى من الاعلام والمشجعين والميديا وكل الحاجات دي. يعني كانوا نادي الاهلي ده مش نادي مصري بيلعب من اجل مصر، بيمثل مصر. الحقيقه دي برضه اثرتنا ببعض الحقيقه الحزن الشديد جدا، انك كنت بتشوف بعض الناس مش ده. انا واحد قابلني امبارح بيقول لي قضاء الله وعدالة السماء، كل ده عشان ضربتين الجزاء. ضربتين الجزاء الحكم حسبهم من تقديره الخاص وان ضربتين جزاء، وحصلت مئات المرات، والترجي نفسه وصل لهذه البطوله من خلال بريمير. لا احنا في يوم من الايام يعني احرز فينا هدف بايد انرامو، انرامو ده هدف صريح يعني، وانا كنت في الملعب وقتها وخلاص، والحكم ما اكتشفش الخطا وتعاملنا مع الامر انه خطا تحكيمي يعني وخطا متعمد من لاعب صريح برضه، وما صعبناش الحقيقه الموضوع. لكن انا ليه بعض الحقيقه بعض الناس او بعض الجماهير او بعض المشجعين او الاعلام الانتي يعني ضد النادي الاهلي يحاول يهاجم النادي الاهلي وعايز النادي الاهلي يخسر. الحقيقه دي هناك بقى الترجي التونسي وكل الفرق والصفاقيسي والنجم الساحلي كلهم بايدوا الترجي وبيقفوا معاه عشان يكسبوا هذه البطوله. كان ايامكم الكوره شكلها كده يا كابتن شطه في مصر، لما كان الاهلي بيلعب بطوله افريقيه او الزمالك بيلعب بطوله افريقيه، بتلاقي مشجع اهلاوي قاعد غضبان وحزين ومش طايق نفسه ان الزمالك بيكسب، او العكس. لا، او مشجع زملكاوي قاعد الصورة مش طايق نفسه ان الاهلي بيكسب، بتلاقي فرد او اثنين او ثلاثه، لكن ما تلاقيش. لكن الشكل العام الناس فرحانه ان الكوره المصري يعني جماعيه بالشكل دوت، الناس منقسمه. ما طبعا انت عارف عشان المالتي ميديا هي اللي خلقت لك كل الحاجات دي، ثقافه وتعصب وامور مختلفه كتير. هو التعصب ده طبعا ما تقدرش توقفه، ولكن دي برضه هي نقطه مهمه جدا. حتى الاعلام كان منشق في بعض الاعلاميين بيكتبوا بيقولوا يعني نادي الاهلي ومش النادي الاهلي، والنادي الاهلي خسر ويعني سعداء، وده شيء الحقيقه مش كويس. تونس كلها مبسوطه وسعيده ان الترجي كسب، كل الفرق اللي موجوده والانديه اللي موجوده، ما حدش وقف، رئيس الاتحاد واقف مع الترجي، الانديه واقفه مع الترجي، يعني كل الناس واقفه. هنا لا، وجدنا انقسام شديد جدا، كله عايز النادي الاهلي يخسر. ليه ما تعرفش؟ بالرغم ده
نادي الأهلي المصري يعني مش نادي أهلي. بتشوف إزاي استفادة النادي الأهلي من خبراتك الكبيرة مع هذا الكيان العريق كابتن شطة لما بيحصل إخفاق؟ إزاي بنستفيد منه أو بناخد الجانب الإيجابي منه أو نبدأ يبقى نقطة انطلاق جديدة للفريق؟ والله طبعا أهم حاجة طبعا يعني تهدئة الأوضاع، لازم نكون هادئين جدا زي ما الخطيب قال النهاردة، هي سمعته وقرأت إنه الخطيب طلب محدش يتكلم محدش يطلع يبرر محدش يعمل أي حاجة، يعني نتوقف شوية بعد كده اللعيبة نفسها يعني كل واحد لعيب يراجع نفسه. طبعا عندنا كابتن عندنا كباتن في الفريق موجودين لازم تلم الفرقه دي. كنا زمان حقيقه ايام كابتن حسن حمدي والخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبده لما كانوا موجودين وكده كنا بنتجمع مع بعض كل يوم مرتين ثلاثه نحاول نلم ونخرج من هذا الامر ونتكاتف، لانه يعني النادي الاهلي مش نادي يخسر مباراه يبقى خسر او خسر بطوله يخسر بقى يعني في بطولات قادمه. لازم يكون هناك طبعا التفاف حول الفريق، استعاده الثقه بالنفس مره اخرى، دي كلها حاجات مهمه جدا، خصوصا ان احنا بنقول ان كان في مؤشر ايجابي في البطوله دي، ان البدايه في دوري المجموعات كانت مهتزه جدا وكانت صعبه جدا، والنادي الاهلي قدر يقاتل ويكمل بروح الفانيلا الحمراء ويوصل للفاينل أكيد. وكان يعني على وشك انه يفوز بالبطوله، كان قريب جدا من الفوز يعني وصل النهائي وكسب المباراه الاولى كمان بعد ما كان في زيل المجموعه لو تفتكر، وقلنا خلاص وكانت الناس متشائمه جدا وقت ما كنا يعني في المركز، يعني وضع وقتها كان اسوا من دلوقتي، يعني وضع وقتها كان اسوا، ولكن استعاد النادي الاهلي قوته تانية وثقته بنفسه، واللاعبين كل لعيب يعني يراجع نفسه، ودي مهمه جدا انه ليه اللاعب لعب وحش، يعني كل فرد يعني يحاسب نفسه انا كنت وحش ليه، لازم كل واحد يقف يقول الكلمتين دول، هل انا مقصر، دي حاجات مهمه، لازم يكون كمان في قائد الفريق موجود يلم الناس، اللعيبه اللي ما بتلعبش اللي بعيده عن مستواها، وبعدين ما بتلعبش ما تبقاش بعيده عن فريق، يعني سمعت انه شريف اكرامي وبعض اللاعبين اللي كانوا غير موجودين يعني كانوا يعني بيبكوا كانوا متاثرين جدا، ودي حته توري قد ايه انه الخساره ما كانتش بسبب انه اللعيب بيلعب او ما بيلعبش، كانت كلها عباره عن النادي الاهلي هو النادي اللي خسر والنادي الاهلي هو اللي بيمر بهذه المواقف الصعبه. فانا بقول متاثر زي ما حضرتك بتقول اللاعب اللي كان بيشارك او بره القايمه او مصاب او في الاحتياط تلتف حول الفريق في الفقه دي اهم. طيب فنيا يا كابتن شطة، هل تعتقد السؤال ده مثار في الشارع الرياضي في مصر؟ النادي الأهلي مر بظروف خاصة جدا أدت إلى خروج المباراة والنتيجة بهذا الشكل، رأي آخر في اتجاه مضاد أو مناقض للرأي الأول بيقول لا ده متوقعين ثورة تصحيح كروية في النادي وإضافات كتيرة وتعاقدات ومفاجآت، لأنه ناس شايفة أنه النادي محتاج نقلة كبيرة فيما يتعلق بفريق كرة القدم، رؤيتك الفنية؟ والله طبعا ده موضوع يعني أنا حقيقة كنت جاي الحلقة هنا بفكر أو أتكلم أقول فيه هل نقول يا جماعة النادي الأهلي محتاج تدعيم، المراكز المحتاجة للتدعيم، هل الفرقة الآن أصبحت فرقة يعني محتاجة ل مش هنذكر أسماء لأن الأمور طبعا خاصة يعني بالجهاز الفني ولجنة الكرة وعشان ما نسببش أي حساسية أو لا حاجة لا لا مش عايزين، لكن الرؤية العامة رؤيتك العامة اللي أنا بس بقوله إن دلوقتي النادي الأهلي هيتوقف قليلا ودي المجموعة اللي هيلعب بيها، المجموعة دي تستعيد ثقتها بنفسها، والنادي الأهلي يعني كان وحش في مباراة مش معناه انه لا يستطيع ان يستمر في هذه المباريات، وعنده بقى بطولة افريقيا في ديسمبر لسه في الكواليفيكيشن بتاعت الدوري وهتكتمل الصفوف بعودة النجوم المؤثرة للمصابين او الموقوفين يعني بعد كده بقى المراكز سهل جدا انك تشوف المراكز اللي هي ناقصة عشان تستكملها، وده وضع طبيعي في كل سنة بنستكمل هذا الامر، حتى خسرنا وكسبنا لازم احنا بنجيب لاعبين تاني. طب لو طلبت منك اجابة مقتضبة او مختصرة جدا بدون تفاصيل، محتاجين عدد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية أم لا نحتاج إليه؟ صفقات